علي بطي كان موجود النهارده في ما انا عارف انا عارف، بس طبعا انا بتكلم على كل ما كان يقال خلال اليومين اللي فاتوا، يعني ان هو لما سافر عادي ما تركزت عم اسلام. هو النهارده بره ال 18 هو جه النهارده كمان، يعني تعرف ان هو جواز سفر كان فيه عدد قليل جدا من الايام، فبالتالي ما كانش يحق له ابدا ان هو يسافر معانا السوبر. مع الكلام مع فايلر اتفقنا ان هو بعد مباراه بيراميدز يسافر بالليل، لانه كان عنده الجمعه والسبت بس هم اللي ممكن يجدد لهم الجواز. عشان كده جه ركب السبت ووصل امبارح. طبعا انت عارف السنغال بينزل يعني يا اما قادس يا اما المغرب او يروح عن طريق دبي، فكانت اللفه كبيره شويه. جه امبارح وصل الاوتيل، لكن النهارده فايلر حس ان هو ممكن يبقى تعبان من طول الرحله فريحه خالص. طيب طمنا برضو على رمضان صبحي يا كابتن سيد. رمضان شرف وبقيه المصابين طبعا. على بعد ايام ويخش معانا التدريبات الجماعيه باذن الله. انا مش من او احنا مش مستعجلين عليه حتى الاسبوع ده خالص، ممكن ينزل اول الاسبوع الجاي. يكفي ان هو يخش لي قبل المباراه باربع خمس ايام من مباراه السوبر، يعني في اولويات للاهتمامات في المباريات. هيكون المباريات مهمه وكل حاجه، لكن لما بيبقى عندك عنصر زي رمضان بيبقى فيه مهم قوي 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 مرحله اللي هي السوبر ومباراه الزمالك في الدوري ومباراتين صن داونز، مهمه جدا ان هو يكون موجود معاك فيهم بشكل قوي جدا. عشان كده ما فيش استعجال خالص الفتره اللي فاتت او الفتره اللي احنا موجودين فيها ديت. ممكن يخش معانا الجمعه، ممكن يخش معانا السبت يعني بشكل كويس. الجمعه هيبقى مع المستبعدين لو دخل، السبت ان شاء الله الرحمن هيبقى موجود في التدريبات الجماعيه. لو حتى دخل الحد ما فيش مشكله، المهم ان هو يخش ما فيش اي احساس باي الم او اي لا قدر الله حاجه تاخره يعني. تمام. النهارده برضه يا كابتن سيد كان في قرارات من لجنه الانضمام.